سالي، جولتنا الثقافية لليوم وصلت لنهايتها. متابعين باقي فقرة صباحنا غير، ولكن بعد هالفاصل القصير. بفقرات سابقة كانت مهارات الشباب وتطويرها هي هدفنا عبر العديد من الضيوف، لكن اليوم الكفاءات الضرورية واللازمة لشخصية إدارية ناجحة رح تكون تحت مجهر ضيفتنا الأستاذة نهى شويحنة، مستشارة في مجال إدارة الموارد البشرية، لنتعرف شو المطلوب ليكون مدير أو أي شركة أو مؤسسة فاعل وقادر أنه يطور بمجاله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك سالي، يسعد صباحك سلمى والفريق الجميع. صباح الأول شيء بدي أحيي الجيش السوري على انتصاراته بدير الزور، يا رب وإن شاء الله هيك دايما سوريا بانتصارات. أكيد اليوم أكيد موضوعنا دايما كالعادة عن الكفاءات والتنمية الإدارية، يمكن اليوم نختص شوي بالكفاءات اللي لازم تكون موجودة بشخصية المدير. تمام. خلينا نعرف شو هي أبرز هاي الكفاءات اللي لازم تكون موجودة بشخصيته. تمام سلمى، نحن دائما بنحكي كنا عن الكفاءات للشباب وكيف بدهم يدخلوا للسوق العمل، ولكن اليوم الضوء تسلط على المدراء، أني نحن اليوم المدراء بسوق العمل سواء بالقطاع الخاص والحكومي بدنا نقول التنتين، دائما في عنا أهم كفاءات اللي هي تقديم التقارير. الحقيقة نحن بالنسبة لنا كفاءة التقارير، المهارات القيادية، كيف نحن بنحكي عن مهارات قيادية، إدارة الاجتماع، إدارة الأولويات. اليوم المدير لما حتى يكون مدير بده يكون عنده ترتيب لأفكاره، ترتيب لأولوياته، ترتيب لتقاريره. هالكفاءات الحقيقة الأساسية هي عم تكون عائق بأغلب، للأسف يعني في عنا كتير مدراء من وجههم بسوق العمل سواء أو محتاجين هاي الكفاءة. مهما قلنا يمكن أول شيء بيكون التركيز أني والله إدارة الوقت، ما أنت صرت مدير المفروض أني إدارة الوقت هاي خلاص خلصنا منها، يعني مفروض تكون هيك يكون ملتزم بالوقت. بس نحن لا، اللي عنا بيقولوا التركيز، المهارة القيادية. المهارة القيادية هي كلمة كتير رنانة وحلوة، بس شو معناتها هالكلمة؟ أو شو مواصفات، شو مواصفاتها، ماذا تحمل هذه الكلمة المهارة القيادية؟ المهارة القيادية بدك تكون أنت قائد لفريقك، بدك تكون أنت مثال وقدوة. نحن هل هو المدير قدوة؟ يعني أنت لازم تكون قبل فريقك موجود بعملك، أنت قبل فريقك عم تكون تتابع أعمالك، أنت قبل فريقك عم تكون بالوقت، قبل فريقك عم تسلم تقاريرك وعملك لمديرك الأعلى منك، مو للأشخاص. نحن خلاص أخذنا منصب المدير خلاص بيعتبروا مدير صار قيادي، لا، المدير غير قيادي، المدير يختلف عن القيادي. لذلك نحن لما نحكي عن الكفاءات أو المهارات القيادية لازم نعرف أن في كفاءات معينة بالفعل هي لازم تتطور عند كل المدراء. وانا يعني ما بدي اجزم بس بقول 60% من المدراء، انا من واقع سوق العمل عم بحكي اني بالفعل عندنا مشكله حقيقيه بالسوق بهذا الموضوع. تماما نهى، يعني مثل ما ذكرتي المدير ليس قيادي وانما هو المثل الاعلى، لازم يكون لجميع الموظفين من خلال المهارات والكفاءات يلي ذكرتيها. خلينا نتعرف شوي عن اهم الميزات او الصفات يلي لازم يتمتع فيها المدير. هلا نحن بالنسبه لنا اهم نقطه يتمتع فيها، انا دائما بقول لهم بالانجلش يعني سوري اني ليدنج باي اكزامبل، يعني انت بدك تكون بكل شيء تصرفاتك، يعني مثلا كمدير موارد بشريه انت وقت بدك تحاسب الموظفين على الدوام انا اول الناس بلتزم بالدوام، انا ما فيني حاسبهم على الدوام وانا مالي ملتزمه، هي واحد يعني. فانت اليوم ليدنج باي اكزامبل، انت بدك تكون قدوه بكل عمل، انت لما بتسلم عملك بوقته هن هداك الوقت، لما بتشتغل ببيتك بتكون قدوة لهم اني انا عم بشتغل ببيتي عم يشوفوا موظفيني اني انا عم بشتغل كمان بالبيت مثلي مثلهم، لان كثير الموظفين حرام عندنا الهرم الاداري بيكون الضغط على اول طبقة بالهرم الاداري، وكل ما بيعلى بيخف على اساس الضغط، هو حقيقة بالعكس. المفروض المدير كمان ينضغط، اوكي لازم عنده مهارة التفويض، يعني كمان نحن من المهارات الأساسية المدير بيمسك بإيده كل شيء، ليه عم تمسك كل شيء بإيدك؟ ليه؟ لازم يكون في تخصص أكثر، يمكن يعرف يختار الأشخاص اللي هن كل شخص يكون مسؤول عن شيء معين. تماماً، التفويض حتى تكمل الدائرة. هلأ الاختصاص ممكن أنت عم نحكي بدائرة فنية، ممكن هي كلهم اختصاص، يعني كلهم باختصاص مجال معين وهو مدير فني، بس حتى تكون أنت مدير فني لازم تفوض، يعني في مهام بتاخذ منك وقت هي ما لازم أنت تعملها، هي في شخص بيقوم عنك فيها. بس المهام اللي هي أنت دورك كمدير تحليل، قراءة المعلومات، حل المشاكل، مو تدخل بتفاصيل ممكن غيرك يعدها ويكتبها، أنت بتدقق، أنت
بتخرج القصة، بس ما أنت بتدخل بكتابة القصة. نحن للأسف كتير بيوقعوا بيدخلوا بالتفاصيل وبيتركوا الأهداف الأساسية. لازم يكون في عندك الإدارة. أنا شو هدفي؟ التركيز على الأهداف. أنا كمدير بدي أوجه الفريق ليحقق الأهداف هاي. فإذا أنا دخلت بالتفاصيل، نحن لازم نشتغل على التفاوض، على التفويض، تفويض الصلاحيات واللامركزية الحقيقة بالعمل، لأني نحن لسه عنا خايفين على الكرسي والمركزية. هي أحد الأسباب اللي عم تؤدي بصراحة لمشاكل، وبتخلي المدير يدخل بتفاصيل هو الحقيقة لازم ما يدخل فيها. تمام. غير فشل بعض المؤسسات أو الشركات حاليا، يعني هذا سبب رئيسي لفشل كادر كامل من العمل؟ تمام. لما أنا المدير عنده مركزية عالية، وحقيقة نحن من سوق العمل أنا بقول لهم المدير ما عنده ثقة بنفسه بصراحة هو اللي بيكون مركزي، مع احترامي لأغلب، يعني ما بعرف يمكن يزعلوا مني البعض، بس أنا إنسانة صريحة برأيي بهذا الموضوع. من سوق العمل أنا بشوف، لأن اليوم أنت لما بتكون أنت عندك كفاءاتك اللي واثق منها، أنا واثقة ومتأكدة أنك أنت ما رح تخاف ورح تعلم الناس، ومثل ما بيقولوا بالعامية المعلم الطالع معلم. فأنت اليوم بالعكس لازم تطالع معلمين وتنتج مدراء. أنت مدير لازم تنتج مدير، ما تخاف، لأنك أنت رح تصير مدير عام ورح تصير مدير تنفيذي ورح تكبر. فأنت اليوم هي الثقافة، أني نحن أنا هلأ صرت مدير وبخاف يجي حدا ياخذ المكان تبعي. هذا التشبث أنا برأيي أني هو كتير خاطئ، لأني لازم تفكر، ما كانت إجت إلك لو أنت دامت لغيرك. يعني لازم تفكر تولد مدراء. هذا مشكلتنا نحن، نحكي عن التنمية الإدارية. التنمية الإدارية اليوم إذا ما فكرنا نولد مدراء، نولد مشرفين سوبرفايزرز بالعمل، نولد ناس عندهم كفاءاتهم، هن يكون كفء. أنا بكبر وهن بكبروا. إن ما لقيت مكاني بهي المكان، سواء قطاع حكومي أو خاص بهي الشركة أو هالمؤسسة، أكيد في مكان تاني إذا عندي كفاءاتي. بس أنا اللي بدي نوه عليه كتير نقطة مهمة، إن نحن المدير حتى يملك الكفاءات لازم في عنا، بدي أكد على ثلاث نقاط أساسية الحقيقة. أولاً التقارير. نحن قد ايه اليوم سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص بتلاقي تقارير المدراء غالباً معتمدة على داتا بإدولة، على بيانات، ما بتعتمد على معلومات. في فرق بين البيانات والمعلومات. البيانات هي عبارة أنت بتعطيني والله إحصائيات وأرقام وبتقولي لي اليوم أنا عملت 70، هذا اسمه كوانتيتيف، يعني هذا رقمي. وحتى يعني أنت أعطيني تقرير، أنا اليوم بدك تفكر لما تقدم تقرير للجهة، للمدير العام وللجهة الأعلى منك، بده يقرأ المعلومة، ما له بالتفاصيل. هذا الرقم ماذا يعني؟ هل هو فوق الهدف؟ هل هو تحت الهدف؟ بدك تعمل مقارنة وترجع 3 سنين لورا. إذا في عندي أنا مثل نحن أداء معين لازم نرجع فيه بشيء اسمه هيستوريكال أناليسز، تقرير. فنحن مشكلتنا بنجي بنقول لهم والله ب 2017 حققنا 1 2 3. طيب أنت مقارنة مع 2016 و2015 شو كان الوضع؟ طيب شو كان الهدف تبعنا؟ هل نحن قديه عنا انحراف عن الهدف تبعنا؟ بتلاقي أغلب التقارير التي تقدم من المدراء للأسف تعتمد على مهارة البيانات وليست المعلومات. ثاني نقطة، الطريقة العرضية، presentation skill، مهارة تقديم المعلومة. مو بس أنت طالعت معلومة بس ما عرفت تقدمها صح. اليوم كتير مهم أني نحن المدير يكون قادر يعمل PowerPoint بجدارة. ثلاثة، إدارة الاجتماع، يعني أي أولويات، نقاط الاجتماع. أحيانا بيدخلوا بالتفاصيل بالاجتماع، بيضل ساعة الاجتماع وبالأخير ما بنوصل، ما بنناقش غير نقطة واحدة. نعم. يعني فهي الكفاءات أو هي المهارات لازم عن جد المدراء يشتغلوا حتى تكون نحن هدفنا تحسين إنتاجية المؤسسات. أكيد. أو العمل. يعني نهى، من فترة كان في مؤتمر كبير استمر لعدد من الأيام وهو عن التنمية الإدارية. كان المؤتمر الأول بسوريا للتنمية الإدارية، وكان من ضمنه ضمن المحاضرات اللي انطرحت عن دور التنمية الإدارية بالمؤسسات الحكومية ودوره أيضا بمكافحة الفساد والإصلاح الإداري. اليوم هي كلها مفاهيم كتير كبيرة، وأصبح من الضروري العمل عليها بسوريا وخصوصا خلال فترة الحرب. أهم، يمكن حضرتك شاركتي بهي المحاضرات. تمام. أهم النتائج اللي شفتيها واللي ممكن نلمسها بالقطاع الحكومي أو حتى القطاع الخاص خلال الفترة القادمة. تمام. هلا انا اللي مشاركتي بالمؤتمر كانت مع الشباب اللي لساتهم ما صاروا مدراء، بس عم نزرع فيهم الفكر، لكن الاصلاح الاداري والتنميه الاداريه كانت هي. كان المؤتمر رائع جدا، العنوان الرئيسي فكره التنميه الاداريه وفكره وزاره التنميه. انا كثير بحترم اني نحن بسوريا انشئت بصراحه وزاره التنميه، لاني بالفعل نحن يمكن قبل
كانت سوريا، كان السيد الرئيس دائما بيوجه بخطاباته للموارد البشريه، اذا بترجعي لكل خطاباته خاصه صحيح. انا ما بنسى في خطاب بال2010 كان بيركز على دور الموارد البشريه بشكل فعال جدا، وهو ما اخذ حقه هذا الاختصاص بالسوق السوري، ولكن بالمؤتمر كانت من التوصيات نحن بالنسبه لنا اكيد العمل على شرائح الشباب وشرائح المدراء، وهلا حتى في بالوزاره التنميه توجه لتطوير الكفاءات الاداريه والقياديه للمدراء. انا بقول لهم شغله دائما اني بيفكروا مهاره القياده تصنع، هي لا تصنع مع احترامي، هي تطور. انا بدك تكون انت ليدر، بدك تكون انت شخصيتك حافز وتحقق الاهداف وتوصل، يكون عندك رؤيه، القائد عنده رؤيه، المدير بيدير، هذا الفرق بين القائد والمدير، نحن عندنا خلط بيناتهم. حتى تكون قائد ليدر بعملك لازم انك تكون عندك النبته او الخصبه الارض، التدريب بيأهلها بيصقلها، ولكن اذا نحن وهذا دور التنميه الاداريه والبشريه انك تكشف مثل فحص للاشخاص اللي موجودين مين عندهم هالنبته المهاره القياديه لحتى يستثمر فيها، بجوز انت تستثمري بس بالمكان الخاطئ. فكمان هي ولكن وزاره التنميه انا بعرف مشكوره عم تشتغل كثير، وان شاء الله يا رب بالايام القادمه كمان عندها تركيز على المهارات القياديه ان شاء الله للجهات الحكوميه وللمدراء بالقطاع الحكومي. يعني استاذه نهى عن جد يعني موضوع جدا حساس، وعن جد الموارد البشريه هي اللي بتاهل الكوادر يلي بتخلي جميع الاعمال عصب هي لانه يقدروا ينجحوا. خلينا نحكي عن المشكلات اللي بيوقع فيها المدير. يعني اول مشكله بيوقع فيها المدير عدم تنظيم وقته بصراحه، يعني عدم التنظيم. ليه؟ لاني بنرجع لمشكله عدم وضع الاولويات. عدم وضع الاولويات نتيجه عدم وضوح الاهداف. عدم وضوح الاهداف، ولو اني انا بشوف الدوائر الحكوميه اهدافنا واضحه، اذا بدي اقول بالقطاع الخاص كمان نوعا ما هل هي، بس نحن لحد الان يمكن في قسم يعني حتى ما بدي اقول قسم، في اختصاص بسوريا ناقص عنا هو الاورجنايزيشن ديفلوبمنت، التطوير المؤسساتي. نحن ما عندنا اختصاص اسمه Organization Development، يعني برا بتلاقي هذا الاختصاص موجود، هو عصب إدارة الأهداف، عصب خطط العمل، عصب تطوير المؤسسة. نحن عم ناخذ إن هي تنمية ومنعطيها ألقاب ثانية، ولكن حقيقة هذا الاختصاص الذي ينقص في سوريا عم يكون بيواجه فيه المدير. أنا ما بدي أقول الحق كله على المدير، يعني حرام من حرام نفكرنا أكثر من كمان دي. نحن في عنا طريقة العلم اللي تمنهج فيها نحن المدراء الموجودين حاليا بالسوق السوري، هن عبارة عن عمر معين اللي كان هن ما فيها الانفتاح اللي موجود. كمان ما بدنا نظلم ان كان في نحن عندنا حقبه ما كان الانترنت موجود فيها ليطوروا مهاراتهم وكفاءاتهم، ما كان مثل هلا الفرص الموجوده من ماجستيرات وفرص موجوده، فاللي ما لحق حاله واكب او درس برا صعب ان يكون واكب. ولكن اهم مشكله هي تنظيم الوقت، وضع الاولويات، تحليل العمل ومشاكله، وانك تلاقي حلول وتحط اولويات. دائما احيانا بتواجهنا بالعمل السيء والأسوأ، ولكن بهمنا نحن نعرف هل هو انا ما عندي خيار سيء وأسوأ، فراح اخذ السيء، لذلك هذا المدير هو راح يكون عم يشتغل عليها. طيب نهى خلينا نعرف منك يمكن اهم يمكن النصائح اليوم لكل شركه واكيد لكل مدراء الشركات او المؤسسات يلي بيطمحوا لتوصل شركتهم طبعا بفضل الاداره الحكيمه لابرز الاماكن. اكيد انا عندي نصيحتين للشركات وللمدراء، لاني هي عباره عن يعني المدير الناجح اذا ما عنده بيئه صح كمان بيفشل. فنحن بدنا من الشركات ان تضع اهدافها واولوياتها وتضغط باهدافها واولوياتها وما تبعد عن هدفها، يكون في اشخاص هن ماسكين هذا الموضوع. بالنسبه للمدراء اكيد انك انت تعد تقرير مبني على معلومات، انك توضع اولوياتك وتشتغل على الأولويات، وكن أنا بالنسبة لي واثقا أني أنت بالنسبة لك إذا كنت بمكانك عم تدير صح رح تعلى، لأني وخلي غيرك يطلع، لأني نحن لازم يكون في عنا هرم. فبتمنى يكون هذا الشيء إن شاء الله يعني قدرنا نفيد فيه الجميع. أكيد أكيد إن شاء الله يا رب تقدري توصلي الرسالة اليوم من خلال منبر الإخبارية السورية. بدنا نتشكر وجودك معنا، شكرا لكم ويسعد صباحك مره ثانيه. شكرا لكم وشكرا للفريق الاخباريه والجيش العربي السوري كمان، لولا انتصاراته ما كنا بنكون معكم هون. اكيد شكرا لك نهى، شكرا لوجودك.